طيب ناخد الاستاذ احمد. استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ بارك الله فيك. الله، بقول لحضرتك يا دكتور، انا والدتي عملت بكري من حوالي 10 ايام كده، كانت عندها قرحه قدم، المهم جالها غرغرينا وعملت بكري تحت الساق. ايوه تحت الركبه، تحت الركبه. تحت الركبه، اه تحت الركبه. فالمهم دلوقتي الدكتور كان كاتب لنا على المكسترد 30 على 70، فهي بتاخده بس السكر عالي برضه 570. الجرعه بتاخدها قد ايه؟ 40، بتاخد 60، 20 20 20. لا هي وزنها كم كيلو؟ وزنها حوالي بتاع 80. طيب حضرتك بيجي لها حموضه في الدم او اسيتون؟ بيجي لها اه حموضه، هي بترجع كتير. لا 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 لا، حاجه ثانيه انا بسال عليها. طب اتفضل اقفل وانا هقول لك تعمل ايه. شكرا استاذ احمد، شكرا. هو دلوقتي احنا عندنا نوعين من الانسولين ده يستحسن يتغير، لانه واضح ان هو يعني ما بيشتغلش كويس. بس طبعا الميكس تارد يعتبر دواء رخيص، فهنبقى متفائلين شويه ونخليها. زود الجرعات يا ابني، كل جرعه 5 وحدات لحد ما سكر والدتك يتصلح، لحد 100 وحده وبعد كده اتكلمنا. يعني مثلا هيبقى 25 25 25 وبعدين 30 30 30 لحد ما السكر لازم ينزل، ولكن نزوله من ال 500 مباشره، وده خطر جدا لان الجرح لسه معمول، فلازم ينزل بسرعه. لو في فرصه تدخل مستشفى صغيره كده يعني حتى حكومه ممكن، عاوز تجيبها الدمرداش عندنا ما عندناش مانع. واخبار حضرتك اللي عايز اقوله برضو، ان غير مكان الحقن الانسولين، وممكن تخش على اليوتيوب او لا تخش على الفيسبوك الصفحه بتاعتي، اكتب الاستاذ الدكتور الف دال محمد سعد حامد، حضرتك هتخش على اخر حلقه اللي احنا عاملينها انا والاستاذ حسام، الاثنين اللي فات آه. اللي جاي ده كان النهارده 17 18 19 يوم 12 بتاريخ يوم 12 11، هتلاقي طريقه حقن الانسولين مشروحه في حوالي تلت ساعه. تمام، فتتفرج عليها. طيب